في الدقائق الأخيرة الأهلي يكسب هجر ويواصل التمسك بالحلم ويقول تعال يا دوري. وفي الرياض أيضا الاتحاد يهزم الشباب بثنائية باجندوح والغامدي، والخليج ينتصر على الفيصلي. الاتحاد السعودي يسيطر على أزمة التجديد مع الهولندي مارفيك وينقسم حول حكام كأس الملك. واصلة تنقذ الموقف وتكسب ثقة البنوك المفقودة في الأندية 30 مليون للهلال والنصر.